في اللقاء المؤجل للفرقتين، واللي نتمناها مباراة فيها كتير من ان شاء الله بعد ما نشوف الفرقتين وتشكيلهم في لقاء اليوم. 24 ابراهيم المصري، ياسر سيف رقم 72، واحمد عادل رقم 80. ويدير اللقاء فنيا الجهاز الفني بقيادة ديفيد ديفيز الاسباني. عايز يعدي عن الكرة للشير، فاول مهاجم على الشير، دخول بقوة الى العب، عايز يمر، يلعب الكرة لرمضان في الباك اليمين اللي عايز يطلع يشوط، خليل يقابله بشير، يمنعه من التصويب ولكن يصوب وحائط صد. عايز يعدي حسن وليد، يلعب الكرة للوكا، يهوش يسيب الكرة لبشير اللي عايز يمر، يقف قدامه خليل، لوكا مرة تانية من السبب عملها حلوة من المحترفين للرجال. مرة تانية خليل تقاطع، يسيب الكرة كويس قوي لرمضان، الخط الخلفي يلعب الكرة ولكن يتصدى له كريم الجو في الزاوية الأرضية. تقاطع الخط الخلفي من الفرقة، يلعب لإسلام صانع العاب، يحجز تحت على الدايرة لكن يشوط الكرة. تمرير بشير، عايز يعدي يلعب الكرة، بشير يشوط الكرة من بعيد، بشير خليل على مستوى صانع العاب، يلعب الكرة على الدايرة العادل ولكن يقفل الدفاع نادي الزمالك ويجري بسرعة. يا شادي وعقاب كويس قوي على الدايرة، هايل شادي، انتقل من نادي سبورتنج لنادي الزمالك، استلمها كويس، هو اللي هيشوط على حميد، يهوش ويحرز الهدف الثالث. ثانية اسلام من السباق، بس دي الكرة كده وما يعملش سرعة عشان طبعا هو سمع كلام جرالدا. وادع دي ميزة عند حسن وليد، بدأ مشواره مع كرة اليد من نادي الشمس، يلعب الكرة رمضان، عدي حلوة قوي لكن يا كريم الداوي أربعة على شيء. يجري حسن وليد عايز يشوط من بعيد وهدف جديد، عمله حلو قوي، عملها حلو قوي حسن وليد، بقول لحضراتكم ديش قابل حسن وليد بياخد ارتقائه كده من على 9 متر ويطلع يشوط الكرة في الحلول. عايز يعدي اسلام، يسيب الكرة لرمضان ولكن تروح لنادي الزمالك اللي يعمل الهجمة السريعة ويجري بموجة ثلاثية، يعدي ويحرز الهدف، عملها حلو قوي نادي اليوبيس قبل انتقاله لنادي الزمالك. تمرير خط خلفي رمضان، يلعب الكرة لخليل اللي يمر خليل ويعمل تعديل. ادي الكرة اللي عدى فيها كويس قوي خليل، احد اللاعبين اللي حصلوا على اولمبيا اليوم. مرة ثانية حلوة قوي لكن ما يستلمش، يجري زيزو اسلام السرعة، يجري مرة ثانية لقاء الخطبين، يلعب الكرة في الجناح، ياخد الكرة كاستيلو يا ولد، عملها حلوة قوي. ليه بقى؟ بص حضراتكم في الإعادة دي مهارة ثانية، خلاص هو قبله راح بالمهارة لعب الكورة، يعدي قداح عايز يشوط الكورة لكن يقف قدامه كويس قوي فيصل عبد الرحمن علي. مرة ثانية علاء يجهز لحسن وليد اللي عايز يشوط، يلعب الكورة لأحمد مؤمن صفا، اللي يلعب الكورة من زاوية صعبة لنادي الزمالك، عملها حلوة قوي. ثالث لاعب على الدايرة هو مركز ثلاثة وثاني لاعب هو مركز عايز يعدي ويحرز الهدف مصطفى خليل، ثلاثة يخلص الفرق لأربع أهداف. مرة ثانية يلعب الكرة لحسام اللي عايز يعدي، قداح قداح ويحرز هو الآخر الهدف. لا 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 عزيزي، عايزين يفكوا الدفاعات، يجي عبد الرحمن من 10 متر ولكن هنداوي يشيل الكرة كويس قوي. لكن لمس الهدف، عايز يعدي لوكا، يلعب الكرة لحسام، يتحزيزه يعدي حلو قوي ويجري في الجناح، يجري في الجناح مع علاء، يكمل يكمل سرعته عالية ويحرز الهدف. بان بقى المجهود الفردي مرة تانية، قداح يا ولد، يرد حسن وليد على مرة تانية. اسلام اسلام يجاز كويس قوي الخليل اللي عايز يمر في وسط الدفاع، يا خليل هو النهاردة على الدايرة هايلة شادي ولكن حميد يا ولد يشيل الكرة حلوة قوي. بص هنا التصدي تتنقل كرة كاسون، حراس الحراس يزيدوا المباراة حماس، يلعب الكرة مرة تانية على الدايرة شادي ومرة تانية يا 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 سلامات حميد. غوبا يلعب الكرة مرة ثانية، خليل عايز يعدي، تقاطع خليل هو اللي هيشوط خليل، قال له أربع خطوات
9 5 شرب اللعب السلبي وشوط قداح تيجي حائط صدر خليل بيلعب كوره حلوه قوي الاسلام عايز يعدي كاستيلو لا صغره كاستيلو لا صغره كاستيلو تمرير فاصل تمرير مهاب سعيد اسلام مصطفى خليل يقطع عزيزو من الجناح يعدي مكانه خليل ولكن تيجي الكره في القناة عايز يعدي وليد اربع خطوات يحسبها عليه فيصل يلعب ليه مهاب عايز يعدي من الباك اليمين يلعب حلوه قوي العادل على الدايره يا جمله تكتيكه اهو هنا بقى عملها له حلوه قوي هو لانه قطع له كويس عايز يعدي بشير يرجع مره ثانيه ياسين تقاطع مقابله دفاعيه ياسين عايز يعدي بشير من الباك العكسي لكن يقف قدامه مهاب اللي يشوط الكره وياخد رميه جزائيه ابراهيم ويحرز الهدف اكرم مراد خليل الباك الشمال تقاطع يجي مهاب اللي عايز يشوط من بعيد ويتصدى له هنداوي طلع من اعلى نقطه شاط الكوره تصدى ليها كويس قوي كريم هنداوي ثانيه ليه بشير شرب اللعب السلبي يلعب الكوره على الدايره تروح مهاب يلعب الكوره لكاستيلو اللي يلعب الكوره عايزين علاء صانع الالعاب يلعب الكوره لبشير يطلع له شادي ناقص عدد من الفرقتين يكتمل الزمالك الاول سلامه حلوه للبطوله مره ثانيه عايز اعدي مهاب ويعدي حلوه قوي مهارات العاليه جدا جيل الواعد الصاعد مواليد 2002 يحرز الهدف يروح على مركز صانع الالعاب مهاب سعيد هو بقى عايز يعدي يلعب الكره يا ذكاء في الاداء هنا انت كده قبل السوكي تروح لاكرم يسري حميد يا نادي الزمالك لسه في نقص عدد عند النادي الاهلي ياسين من بعيد مره ثانيه مهاب بوبا يلعب الكره من العاب الهوا الفيصل ادي الكره تقاطع حب يلعب الكره بقى من العاب الهوا الفيصل شاط الكره هنداوي تيجي في القائم مره ثانيه اسلام مهاب سعيد يجري عايز يشوط من بعيد مهاب سعيد ويتصدى من جديد 10 عايز يعدي بشير حميد يتصدى اخر لا الحيد عايز يعدي يلعب الكره العادل الدفاع يغطي تروح لكريم هنداوي ينقل الكره بسرعه وبره بيحددوا مين اللي هيهبط للدوري الممتاز بيلعب ذهاب وعوده لو لعب خل يلعب مع اللي معاه زائد ال 15 نقطه دوره مجمعه واحده للهبوط اول الكرات يلعب خليل علاء يلعب الكورة مرة تانية على الدايرة لشادي رد شادي لنادي الزمالك دقيقتين لأنه لو عدى منه لكن يشوط بره اسلام يلعب الكورة في الجناح في غفلة دفاعية وحميد تمرير يلعب الكورة اسلام يجهز كويس قوي الخليل يلعب الكورة حلوة قوي في الجناح جملة تكتيكية وهنداوي الحارس الخطبين هنداوي وحميد مباراة تانية حميد يتصدى للكرة لسه كنت يلعب الكرة لوكا شادي قداح عايز يعدي بشير عايز يشوط بشير ويحرز الهدف بشير عملها حلوة قوي من الباك اليمين بدأ مش خليل عايز يعدي عايز يشوط من بعيد خليل ولكن يتصدى من جديد كريم هنداوي يطلع شادي من على الدايرة هيقدر يشوط يلعب الكرة من بعيد عند بكار اللي عايز يمر هنا علاء يجاز كويس يلعب الكرة لبكار وتيجي الكرة في العارضة ولحميد في العارضة عاملين لقاء عالي قوي حكامنا مرة تانية رمضان عملها حلوة قوي على نقطة ويحرز الهدف يرد قداح ويشوط الكرة ولكن يتصدى حميد ومنظم الهجمات عايز يعدي رمضان لكن ياخد فاول مهاجم يجري نادي الزمالك في الجناح الشمال بكار لكن خارج الملعب عايز يعدي مهاب يلعب الكرة حلوة قوي استلم الكرة خليل مرة ثانية حميد يتصدى للكرة وتروح يعدي كويس قوي زيزو في القائم أكرم يسري يلعب الكرة لياسين اللي نزل مكان قداح ياسين يلعب الكرة لوكا يلعب الكرة على الدايرة يا ياخد رمية جزائية هنا علامة رمية جزائية يسري يا وش مرة واتنين
حميد ريفلكس عايز يعدي مهاب يلعب الكوره تتقطع تروح لاكرم يسري. اكرم يسري داخل في انفراد مع حميد تاني التصديات وانهاء العبارات الريفلكس ادي كريم ادي الكوره اللي مع حميد في الانفراد بعد الرميه الجزائيه يطلع زيزو يمرر لفيصل على الدايره طاح كويس قوي ترجع لعب المره الثانيه والاخطب في بطوله العالم للشباب في ارض المحروسه في 2009 في الستار تيم كان كريم هنداوي بشير يشوط الكره من بعيد ويتصدى من جديد يحاول عليها شادي ولكن لمس خط السته متر زيزو اسلام تقاطع الخط الخلفي مهاب يلعب الكره لفيصل اختراق رائع من فيصل كده بيخرج مرة تانية عايز يعدي حلوة قوي على الدايرة ولكن قطعها كويس قوي عايز يعدي ناقص عدد للنادي الاهلي عامل كورة من العاب الهوا لمس خط 6 متر لمس خط 6 متر حسام يلعب الكورة ليه ياسين اللي عايز يشوط من بعيد ياسين يتصدى حميد حضراتكم هنا في العادة ادي ياسين خد ارتقاء عشان يشوط مرة تانية عايز يعدي يلعب الكرة حلوة قوي العادل على الدايرة عايز يعدي يرجع بالكرة لقداح اللي رجع مرة تانية يتصدى له حميد وتبقى رمية مرمى لا 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 يلعب الكرة مهاب لإسلام لعب الكرة الخليل اللي مرة كرة حلوة قوي يتصدى الآخر كريم هنداوي كابتن نادي الزمالك مرة تانية أحمد الأحمر أول نزول لي يلعب الكرة كويس قوي لحسن وليد اللي يشوط ولكن يتصدى حميد. اوه شاط الكرة قوية قوي مرسل 15 لصالح النادي الاهلي وتمر الكرة على الدايرة وشادي يجري على طول بص هنا التمريرة اللي عملها احمد الاحمر احمد الاحمر نادته بالماس رمية جزائية في القائم لمهاب سعيد اللي عايز يشوط يلعب الكرة على الدايرة لياسر تتقطع الكرة نادي الزمالك يجري بكار يجري بكار اوه وبصعوبة يتعادل خط خلف عايز يعدي مهاب مهاب يشوط الكرة ويتقدم للنادي الأحمر يلعب الكرة وتتقطع تروح للنادي الأهلي يجري زيزو لياسر سيف ياسر سيف ياسر سيف ياسر سيف اوه ادي الكورة ادي ياسر يجري في انفراد في انفراد هو والاخطبوط والاخطبوط في المعاد الحراس المباراة عليه تغطية اسلام ترجع مرة تانية عايز يعدي الفولي يلعب الكورة ولكن حميد يتصدى مرة تانية ويحرز الهدف اول هدفه في اللقاء الخط الخلفي عايز يعدي عدي حلوه قوي وتخرج بره احمد الاحمر عايز يعدي من الباك اليمين يلعب الكره يا للفولي يا على التمريره اللي تعمل خطوره عادي هنا بقى الرؤيه والموضوع في التمرير اشاره باللعب السلبي من حكمان اللقاء عايز يعدي اسلام يلعب الكره رمضان ولكن تخسر لكره اليد المصريه يلعب حلوه لكن تروح لحميد اللي يجري النادي الاهلي اسلام اسلام عايز يعمل هجوم خاطف يكمل اسلام يلعب الكره رمضان ويتصدى لا لا مره ثانيه اسلام تروح في الجناح انفراد ويحرز الهدف ويتعادل زيزو 18 18 مره ثانيه عايز يعدي احمد الاحمر يلعب الكره ويحرز الهدف كابتن علاء كابتن حسام يلعب لاسلام عايز يعدي اسلام عايز يعمل حلول يلعب الكره رمضان يطلع له وليد المره دي رمضان مره ثانيه عايز يعدي يعدي كويس قوي حسن وليد وياخد رميه يهوش مره الثانيه ويحرز الهدف احمد الاحمر 19 لصجع اللاعبين يقول له مع الصفاره هيلعب عادل الكوره يلعب الكوره خليل خليل رمضان اللي يشوط الكوره يتصدى للخطوره كريم هنداوي يتصدى للكوره كريم هنداوي بيشيل كوره مهمه جدا طالع الاهلي مان تو مان اخر الثواني
شادي، وبياخد جارالدا الوقت المستقطع في اخر الثواني لما طلع عليه كبير ابن السويس. اخر الثواني لقطبين، باقي ثواني على نهايه الشوط الثاني. علاء يلعب الكوره 10 ثواني، يلعب الكوره في لحسن وليد اللي عايز يعدي بالكوره، يلعب الكوره لاحمد حسام اللي يلعب الكوره لوليد، تروح للنادي الاهلي، يلعب الكوره حميد، ولكن تروح الكوره وينتهي اللقاء بفوز نادي الزمالك. القطبين مباراه كانت رائعه، مبروك نادي الزمالك، هارد لك النادي الاهلي، ولكن اجاده وفاعليه واثاره ومتعه 100% من القطبين، من القطبين والحارسين طبعا اللي عملوا مباراه كبيره جدا سواء حميد او كريم هنداوي. عموما